مرحبا بكم في جيروسكوب. معنا سي فريد العشرين ممور الاتحاد الرياضي بجير بجيم. اذا سي فريد يرجع مره اخرى الى فريقه الاصلي الاتحاد الرياضي بجيم بعد تجربه في الخليج، وابدا ان شاء الله التجربه هذه باش تكون تفيد الفريق نتاعك سي فريد. اذا هذه اول حصه تدريبيه، كيفاش لقيت الافكتيف؟ والله المجموعه اللي قابلناها هذه في الحصه الاولى مجموعه محترمه، فيها جوارات معنا نتاع جوارات مع الاول تاع ليكيب جونيور اللي هما جوارات تكنيكوم باهيين يعملوا الكيف، فهمت؟ تبقى ظروف ما كانتش مواتيه مع الاول خاطر بون شامبيونا كان تقصيره و بون با تالمو مي، وفيهم جوارات زاد القدوم شويه. بالنسبه للفيكتيف والنومبر سافا معناه في فرح، فما فوق ال 20 تو اون 22 جوار بريسك. لكن كاليتي كاليتي هاني قلت لك كاليتي، فما لي جوار اللي لاعبين في الجمعيه واللي ولاد جمعيه هما كوسوسوا معناها كانوا عملوا الاعمار تاع 19 20 جونيور والا اللي عندهم 23 24 وكلهم مجموعهم تكنيكمون باهين. شنو اللي ناقصهم كان معناها الخدمه ورجوع الريتم تاع المباريات، ريتم مباريات معناها وديه والمباريات الرسميه فيو، لانه اللي كيب مع الاول كانت محلوله. ان شاء الله اثناء بالخدمه وبالديبيو هذا نتاع السيزون على بكري ان شاء الله عندنا الوقت باش نحضروا ليكيب وعندنا الوقت باش نعملوا دي ماتش هم يكون ان شاء الله كل شيء مرهون بيدينا جوارات والحضور والوقفه نتاع الجمعيه. كل شيء ان شاء الله يرجع يرجع الاتحاد وترجع ليكيب ان شاء الله كالعاده، وفهمت وكيما معناها معروف عليهم وليدات باهين وليدات اللي في الجيم وكورجيه. حرام انه باش كيما قلت لك باش ليكيب تبدا معناها مسكره قداش من عام ولا تخدم عامين ومن بعد تقص، فهمتني؟ معناتها انت معناها وجود السينور ضروري. راه ضروري علاش؟ على خاطر السينور هي وجهه نتاع الجمعيه وهي اللي تجيب الجمهور وهي اللي تجيب اللمه نتاع البلاد، وجمعيه ما غير سينور الوليدات صغار ديجا هما يترانوا يستنوا باش نهار يطلع على السينور. سي فريد شنو الهدف شنو الاوبجيكتيف اللي رسمتوه مع الهيئه المديره؟ والله الاوبجيكتيف بالنسبه لسناء اللي رسمناه مع الهيئه المديره هو انه نكونوا جروب معناها نوايو تاع مجموعه ملاعبين رجعوهم هذوما، فما جوارات قدوم يرجعوا صحيح انهم كانوا قاسين عندهم عام وعامين وثلاث سنين، فما جروب قلت لك تاع مع الاول كانوا يكبروا جونيور رجعوا المجموعه هذيا ويرجع الاتحاد للمسابقه بدون ضغوط بدون معناها حاليا معنا لنا مطالبين الرهن ولا على الصعود لا حتى شيء، جيست يرجع الاتحاد يكور ويرجع للمجموعة.